فهذا لا يشفع له. ليس كل من رد على المبتدعة فهو سلفي، فليس كل من رد على الصوفية، على الإخوان، على الرافضة، على الشيعة، على فلان فلان، على التكفيرين حتى هو سلفي. فهذا لا يشفع كل من رد على المبتدعة فهو سلفي، فليس كل من رد على الصوفية، على الإخوان، على الرافضة، على الشيعة، على فلان فلان، على التكفيرين حتى هو سلفي. حارث محمد كان شديدا عليهم، ولكن أحمد بن حنبل بدعه.